الواقعه كانت صعبه عليكي، زوجه وام، رضيع بره، وطفل تاني تعرض ليه ضغط نفسي وعبء نفسي كبير جدا، انت كمان تعرضتي لده، وزوجك، والحوار كله ما كانش يستدعي الامر اللي وصل ليه، او انه خد اتجاه غير الاتجاه اللي كان ماشي فيه من البدايه. يعني كلميني عن الواقعة اللي انتوا تعرضتوا ليها انت وزوجك. الواقعة طبعا السبب اللي انا وصلنا له دلوقتي، يعني انا عايزه اقول لك انا دلوقتي لو سمعت صوت عالي بتخض، لو حد دخل على الغريب عليا يتكلم وانا ما اعرفوش انا بتخض وقلبي بيوجعني فعليا، لان طبعا اللي حصل ما يستوعبوش عقل ولا دين ولا انسانيه ولا اي حاجه. يعني انا فضلت مش مصدقه، انا جالي حاله ذهول من الموقف اللي حصل، ساعتين عماله اكلم نفسي جوه، هو انا اكيد بحلم، هو ده مش معقول يعني، فضلت ساعتين، هو ده حقيقي؟ لا مش حقيقي، يعني هو في كده؟ انا بصراحه مش مستوعبه ان حد يكون عنده دين واخلاق ورجوله ونخوه يعمل او يحصل اللي حصل ده. إيه؟ لان اللي حصل صعب، واحنا معروفين والحمد لله. طبعا هم بداوا بتشويه السمعه، انا يوم ما شفت صورتي منشوره على جروبات التواصل الاجتماعي انا اغمى عليا، انا فعليا اغمى عليا. إيه طبعا يعني الموضوع كان محاولة منهم للتشهير بيكي وباسمك هو التشهير بينا وباسم الحضانة للزج باسم الحضانة يعني. وخاصة كمان هم عمالين يقولوا ان احنا خارجين دبلومات، لا احنا معناش شهادات، لا احنا مش عارف ايه، طبعا الكلام ده كله كلام مش برضو، ده ما يمنعش او ده ما يديش حق للطرف التاني ان هو يبقى بلطجي على الناس. لو انت يعني معاكي دبلومات او مش مؤهله، اللي يحاسبك الجهات المنوطه بان هي تحاسبك، مش من حق اي حد يحاسب اي حد غير الجهات المعنيه المسؤوله. طبعا الكلام ده غير حقيقي، ولا ده مش حق لاي حد ان هو يبلطج على الناس بالشارع يعني. ممكن تمام. مركز تنميه مهارات انت فاتح حضانه بدون ذكر اسمها، وهم كمان جم فتحوا عليك حضانه في نفس المكان. تمام، ومع ذلك مش دي المشكله، هم بقالهم 10 شهور، انا بقالي يا فندم 17 سنه في المجال بفضل الله، ولنا اسمنا في السنبلاوين، والكل عارف الحمد لله بنطلع اجيال كويسه. طبعا جم فتحوا، دي مش القصه خالص، اشتغلوا استفزازات، انا بحاول انقى بنفسي وعن مكاني وعن شغلي واكل عيشي، عن اي خلافات او اي مشاكل، عشان لنا اسمنا وعشان سمعتنا يعني. خلاصه الكلام ان بدايه المشكله لما جه ولي امر كان راح المكان ده بالغلط، ودى ابنه هناك، هم تعدوا عليه، راح عمل فيهم محضر، والمحضر مسجل ومحرر بمركز شرطه السنبلاوين. جم بقى تعدوا علينا احنا في مكان شغلنا وفي مكان عملنا، وتعدوا على الستات وعلى الحريم، والكلام ده موثق بكاميرات المراقبه. ولما عملنا فيهم محضر توعدوا لي ان انت لو ما تنزلتش عن المحضر ده هنعمل وهنسوي. فانا قلت لهم والله اللي عايز حد يتنازل بيكلمه بالحسنى وباسلوب كويس، لكن انا مش شايف منكم اسلوب كويس ولا حسنى، انتوا بتهددوا وانا ما بتهددش، احنا في دوله قانون، وانا واثق في القانون وفي القضاء المصري، وعارف ان احنا يعني ان شاء الله محدش هيتظلم. ترصدوا لي يا فندم في نفس اليوم وانا مروح من الشغل، ودي بدايه بقى الواقعه، واقعه السحل. انا وزوجتي ماشيين وابننا معانا، مش مدي اخوانا خالص، اتلاقيت في اتنين ستات داخلين علينا، واحده فيهم بتقول لي انت الاستاذ سامح، وشفت شباب واقفين من بعيد وبنات من ورانا ومعاهم شباب، فحسيت بالغدر، حسيت ان في ده كمين ومعمول لي، فطبعا جريت عشان ما تمسكش فيا وتتبلى عليا وتعمل في حاجه تقول ان انا عملت حاجه او كده. تحسيتي ان في كمين معمول وان دول تبع الناس نفسهم بالظبط، الطرف الثاني او بالزبط. الطرف الثاني بتاع المشكله بالظبط يا فندم. فطبعا انا جريت عشان ايه ما تمسكش فيها، لو مسكت فيها هتصوت بقى تعمل اي حاجه، ان انا فالحمد لله جريت، ببص لقيت ما يقرب من حوالي، كان في على مصيد كل شارع من الشوارع اللي هي المحيطه حوالي مثلا من عدد كبير، انا بصراحه ما عدتهمش كلهم بس كان عدد كبير، خلاص بين 10 ل 15 فرد. كل دول عليك انت كل دول عليا. ابنك عنده كام سنه؟ ابني عنده تقريبا 9 سنوات يا فندم. 9 سنين شافك وانت بتضرب؟ لا شافني بقى يا فندم، مش بنضرب بس، انا كنت ماشي طبعا، هم مسكوني بقى، الشباب دول مسكوني، ومنهم صاحب المكان اللي هو فاتح جنبنا ده، تمام، كان معاهم، والفيديوهات متفرقه جايبه وهو بيشاور للست دي عليا فيما بعد، اشتكتني ان انا عورتها، وانا يعني معلش انا عارف ان الحاجات دي قانونا لا يؤخذ بها، بس انا لاثبات بس يعني اقسم بالله العلي العظيم يا فندم ان انا لا اعرفها ولا عمري شفتها، والمكان اللي مجاور لنا ده هم بعد كده ادعوا ان انا دخلت وضربت حد، واقسم برب العزه
وهذا يمين يحاسبني عليه الله، وكل الناس الحمد لله اللي عارفين عارفين ان انا صادق، والشهود في الشارع عارفين ان انا صادق. وبعد فيما بعد كاميرات المراقبه اثبتت، قالوا ان انا دخلت عندهم وضربت حد، وانا اقسم بالله لا ضربت حد ولا دخلت عندهم ولا اعرف الست، ولا كنت اعرف الست اللي اتبلت عليا دي. المهم يا فندم، انا لما جريت من الست دي لقيت بقى شباب كتير اللي هم البلطجيه دول، ومعاهم صاحب المكان ده انا قلت لحضرتك عليه، مسكوني سحلوني وضربوني لحد مركز الشرطه وقلعوني هدومي. طبعا انا كل ده كوم، ده كل ده بالنهار، ده كان الساعه 7 على مر كان الساعه 7 الجميع قبل صلاه العشاء بالظبط يا فندم. انا دخلت اتحامى حتى في بيت ربنا في مسجد النخل، مسجد معروف في الحي، طلعوني يا فندم شدوني كده من المسجد ودخلوا بالاحذيه بتاعتهم بيت ربنا، وشدوني وسحلوني قدام بيت ربنا، فضلوا ساحلين لحد ضرب وشتيم افظع الشتائم وضرب وسحل لحد مركز الشرطه. في الوقت ده بقى كل ده كوم، وابني بقى ده قصه لوحده. طبعا زوجتي عماله تصوت وتصرخ، خطفوا جوزي، خطفوا جوزي، مش عارفه الناس دي مين ولا عايزه مني ايه. ابني عمال يعيط ويقول لهم سيبوا بابا ويتنطط ويعيط. تمام، انا ما بعرفش بصراحه امسك نفسي، كل ما افتكر حته ابني دي ما بعرفش بصراحه امسك نفسي خالص، لان ده طفل شاف ابوه بينضرب قدامه، بيتسحل قدامه، تم الاعتداء على الطفل وخنقه من البلطجي اللي هو وهو جاي في الفيديو والكاميرات كلها جايبه، طفل انضرب قدام بيرهب الطفل، ضربه يا فندم وخنقه، وكل ده موثق بالفيديوهات، ضربه وخنقه وضرب ابوه وسحله قدامه. طبعا كل ده انا عمال اقول ابني ابني، انا مش عارفه هم كتفيني طبعا، وضربه وسحل، وابني عمال يتنطط كان هيموت. انا ابني لحد دلوقتي بيتعالج نفسيا، لا بيروح مدرسه، وانا قلت قبل كده لا بيروح مدرسه ولا بيخرج بره البيت. فخدوني مركز الشرطه يا فندم، اول ما دخلت مركز الشرطه انا قلت يعني ايه فرجت، انا كنت فاكر ان هم فعلا هيخطفوني هيموتوني. فلقيت نفسي في مركز الشرطه بقول يعني كان حد ما هناك كده يعني المفروض ان هو يحميني وانا اتحمى فيه، بس للاسف يعني ساب البلطجيه خرجوا وقال لي اسكت مش عايز ولا كلمه. ولقيت الست اللي هي يا فندم كانت بتقول لي انت الاستاذ سامح اللي انا جريت منها اصلا، معوره نفسها وجايه بتقول له يا باشا عورني، وانا اقسم بالله العلي العظيم لا عورتها ولا جيت ناحيتها، اتحجزت يا فندم. بدل ما انا ادخل احتمي كده، بدل ما تكون مجني عليك بقيت انا الجن، بقى الموضوع محاضر متبادله عشان طبعا يسيبوا ضغط عليا. وللعلم يا فندم المحضر اكتشفت ان احنا كنا اتصلنا على النجده الساعه 2 الظهر في بدايه المشاكل ما كانت حاصله قبل وقعه السحل. تمام، والنجده جت فعلا والطرف الثاني كان راح ومعاهم اخويا. اكتشفنا ان المحضر لحد الساعه 7 بالليل لحد ما اخذوني ما كانش اتعمل، يعني معنى كده ان الموضوع يا فندم الموضوع متربط او ايا إن كان. انا طبعا واثق في جهاز الشرطه المصريه، واثق في القضاء المصري ان هياخدوا لي حقي ويحموني ويحموا اسرتي، لان انا حرفيا عايش في رعب مش عارف اتحرك، مش عارف اشوف شغلي. ايه اللي حصل بعد كده يا فندم؟ ان اتحجزت، زوجتي ماشيه تصرخ في الشارع بتصوت، خطفوا جوزي، خطفوا ابني، مش لاقياني ولا لاقيه ابني ولا لاقيه شنطنا ولا تليفوناتنا ولا اي حاجه. ست كده فاضله مسيحيه كانت فاتحه محل في الشارع ده، فشافتها هي ده زوجتي، قالت لي بقى هي الوحيده اللي جريت عليها وطبطبت عليها وقالت لها ما تخافيش يا حبيبتي هم اخذوه دخلوا مركز الشرطه، ادخلي اعملي بلاغ. دخلت تعمل بلاغ في مركز الشرطه ان جوزها اتخطف، قاموا محجزينها. الست اللي هي معوره نفسها قالت ده دي كمان كانت معاه، وزوجتي اتحجزت. طبعا انا عندي طفل رضيع يا فندم، كنا سايبينه مع والدتي في البيت، فدي كانت طبعا نقطة أو الكسرة بالنسبة لي، إن زوجتي وهي طبعا بنت ناس، وأنا عمري لا أنا ولا هي عمرنا دخلنا مركز شرطة ولا أقسام، اتحجزت معايا وبيتنا لتاني يوم. وطبعا كل ده كان فيه ضغط علينا، اتنازلوا عشان أنت هتتبهدل، أنت هتتهان، أنت وزوجتك اتنازل. فطبعا أنا قلت لهم يعني أنا في الأول كنت كان ممكن أتنازل، لكن دلوقتي اتنازل بعد اللي حصل فيا. طب ازاي اسره تكون ماشيه في الشارع تتسحل، الزوج يسحل امام زوجته وامام ابنه وامام الطفل، والناس كمان في الشارع كانت مرعوبه من اللي حصل، وكل ده موثق في كاميرات الفيديو. طب بعد كده احنا هنمشي في امان ازاي؟ الناس هتحس بالامان ازاي وده حصل؟ انا واثق، انا عايز اوصل بس صوتي للساده المسؤولين، وانا واثق ان الموضوع ده وصل للمسؤولين مش هيظلموا حد وهياخدوا كل واحد حقه، لان انا بكلم كل مسؤول محترم في البلد دي وناس، وانا عارف ان جهاز الشرطه من افضل اجهزه الشرطه على مستوى العالم ومتاكد، بس انا عايز اوصل لهم صوتي
عشان يسمعوني والمسؤولين يعتبروا ان الطفل ده ابنهم، يعتبروا ان الست اللي تم الاعتداء عليها دي بنتهم، يعتبروني ابنهم. انا بصت صوتي لسياده الرئيس، فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا اولادك يا رئيس، وبنتحامى فيك بعد ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى هيجعلك سبب ان احنا ناخد حقنا بالقانون، مش طالب اكتر من كده. يتم فتح تحقيق في الموضوع، لو انا غلطان او مديت ايدي على حد او اعتديت على حد اتحاسب بالقانون وبدون ان اظلم. لو فعلا انا تم الاعتداء عليا وسحلي زي ما كل الادله وكل الشواهد والفيديوهات موجوده واتسحل في الشارع قدام مرأة ومسمع من الناس، انا عايز حقي وحق ابني وحق اسرتي وحق المجتمع. انا بناشد فخام معالي النائب العام، سياده المستشار النائب العام، بناشد النيابه العامه، لان انا عارف مهما اعداء مصر مهما يشككوا ويقولوا لا لا، انا بقول دوله قانون، ومش عايز الناس اللي بتصطاد في المياه العكره يستغلوا كلامي. لا، احنا دوله قانون، احنا دوله مؤسسات. انا بناشد النيابه العامه، بناشد سياده النائب العام، فخامه المستشار او معالي المستشار السيد النائب العام، احنا اولادك يا سياده المستشار، حضرتك خد لنا حقنا بالقانون يا فندم. انا عايز حضرتك وانا متاكد الموضوع لو وصل سيادتك حضرتك هتنصر المصدوم، وعارف ان احنا دوله قانون، وعارف ان احنا دوله مؤسسات، وعارف ان الاجهزه بتاعتنا اجهزه محترمه جدا. عايز اقول لسيادتك ان هم من يومها تهديدات لنا، كل شتى انواع التهديدات، ما زالوا مستمرين في تهديداتهم. مستمرين يا فندم، مستمرين. انا جالي تهديدات كتير بشتى انواع التهديدات، بتلفيق التهم، جالي تهديدات بان هم هيسلطوا بلطجيه، وانا طبعا ده مش كتير لان حصل قبل كده. انا بعتت تلغراف للسيد وزير الداخليه، والتلغراف رقمه معايا وممكن اجيبه لحضرتك، ان بناشد فيه السيد وزير الداخليه، وانا عارف ان السيد معالي الوزير لو وصلوا الموضوع هياخد لنا حقنا بالقانون. احنا عايزين حقنا، حق ابني، حق الطفل. الطفل ده انا هعالجه ازاي؟ الطفل ده عمره ما هينسى الموقف ده طول حياته، لما يبقى ماشي مع ابوه وامه وابوه يتسحل قدامه في الشارع ويتاخد ويتحبس، والطفل ينضرب ويتم الاعتداء عليه وما ياخدش حقه. يا فندم بقول نقطه بالنسبه لموضوع التشهير، دي برضو نقطه مهمه جدا. بعد التهديدات اللي وصلت، وصل بهم الامر لما احنا الفيديو، بعض الناس اللي هم يعني حبوا يساعدونا فنزلوا الفيديو ده، قالوا نزلوه للمسؤولين يشوفوا فيديو السحل، وقعة السحل جايه كلها بالكامل بالتفصيل يا فندم. الحمد لله من فضل الله علينا الكاميرات رصده الترصد والتربص، هم متربصين بينا، رصده الست اللي هي جت اتبلت عليا وقالت ان انا عورتها، وهي اصلا بتعور نفسها وهو الطرف الثاني بيشاور لها عليا، يعني ما كانتش اصلا تعرفني ان ده المقصود يعني. بالظبط، هم واقفين متربصين لينا ورصده وهي معوره نفسها في الوقت ده. هم بيقولوا بيدعوا ان انا دخلت عندهم المكان الساعه 2 وضربت حد او كده. الفيديوهات سهل جهات التحقيق والنيابه العامه تقدر تثبت مين مجني عليهم ومين لا. وانا واثق ان لو حصل تحقيق الحقيقه كلها هتبقى واضحه زي الشمس، والمظلوم هياخد حقه. في نقطه بقى حبوا يضغطوا علينا بيها، بنبص من حوالي 4 ايام يا فندم، بفتح مواقع التواصل لقيتهم فاتحيننا على كل جروبات السنبلاويين المدينه اللي احنا عايشين فيها. محضر. رحت يا فندم حررت محضر في مباحث الانترنت، في مباحث الانترنت، في مديريه امن الامن الجديده في المنصوره الجديده برقم 16 احوال. طبعا ببص يا فندم لقيتهم في كل مواقع التواصل، خدوا المحامين بتوعهم اخدوا صوره بطاقتي من المحضر وصوره بطاقه زوجتي، وعاملينها بقى زي خلف الاسوار، عاملين يقولوا سامح البلطجي، سامح النصاب، الحرامي ده كان متجوز قبل كده، ده ما بيصرفش على اولاده، ده نصاب. طب ماشي، ايه مشكلتهم هم؟ دي حاجات شخصيه يعني، علاقه ده بالبلطجه برضه في الواقع اللي حصلت. ما بيصرفش على اولاده، طب ما تجيب ولادي يجي يتكلموا، اللي انا اصلا ما اعرفهمش مين ولادي اللي انا ما بصرفش عليهم. طبعا الادعاءات كلها باطله، الادعاءات كلها كاذبه من اجل تشهير لي وشغل ومكان اكل عيش ومكان شغل انا وزوجتي. جابوا صوره زوجتي محجبه زي ما حضرتك عارفه، جابوا صورتها، وده طبعا اللي انا عارف ان القانون بيمنع حاجه زي كده، وسبب الاعراض، قذفوني في عرضي وفي عرض زوجتي، كلام طبعا يعني بشع بمعنى الكلمه. انا عمري في حياتي ما شفت حاجه بالاساءه دي وبالخسه دي وبالنداله دي، ان هم مستهدفين سمعتي وسمعه شغلي واسمي واسم زوجتي من غير ما نعمل حاجه. احنا انضربنا يا فندم، واتحبسنا، واتسحلنا، واتشهر بينا، ولحد دلوقتي ما خدش اي حاجه، ما خدش حقي. انا عايز حقي وحق زوجتي وحق طفلي، حق المجتمع كمان.